جمهور أبها همج يعني صراحة. معلش أنا ودي أعتذر لأني صراحة أبا أحاول أني أرجع أنقل نقلة الأبها، أبا أنقل عسير بشكل فخم، أنقل مناطق الجنوبية بشكل أفضل، لكن ما في، ما زال ولا يوجد إلا هناك عينات موجودين في المنطقة. يرحم أمك وأقسم بالله يا دقنك أني أستحي أستحي أطالع في دقنك، خل وجهك قد يصفر ويصايح واو بدرش واللي عضعض واللي إيش فيكم عتي رجولة. اتوقع البنات اللي يشوفون جالسين في البيت يقولوا الله لا يفجعني في نصيبي. ما ادري اقسم بالله انكم لا اله الا الله، انكم اول مره تشوفون، والله لو انهم انبياء استغفر الله العظيم، مشاهير مشاهير يعني. معلش انا من ضمنهم بس ترى كلنا تافهين تافهين، كلنا كذاب، ما في شيء اسمه حقيقه، كلنا ندور المشاهدات، ندور التفاعل، ندور اثاره الراي، ندورها في كل مكان. هذا الشيء الاول. فايش هذا الصياح وايش هذه الملحجه؟ لحوج طالعين من فوق المجمع في سطوح وسياح سياح سياح، والله أنا حتى الميوزك يرفعونه يرفعونه زيادة عشان الصوت يتغطى عشان تكون في التصوير أفضل. أقسم بالله لو ما في تنظيم من شركة ماتش الله يكثر بخيرهم ورب الكعبة، يعني يجي دهس ونتجي حالات وفاة ونتجي مو رأي عام بس في السعودية في العالم كله، ترى مرة أوفرت وترى وازدحام. أقسم بالله أنا يمكن كيلو وزيادة سيارات واقفة شوي. معلش ترى بالصدق المشاهير حبوكم، ليش؟ لأنه رفعتوه أول ما يدخل يصيح، حتى لو ما حد يعرفه يصيح. أنا في ناس أعرفهم متابعينهم، ممكن أقول ممكن ناس يعرفونهم بس تصيحون هو يفرح، الله يجعلني جمهور الجنوب، هذا الجمهور الصح، هو في الأخير يطقطق عليك.